فايلر بشكل نهائي وافق على استمرار صالح جمعة. صالح جمعة عامل صداع في النادي الأهلي. صالح جمعة شوية كده وشوية كده خلاص فايلر وافق إن صالح جمعة يستمر، لأن النادي الأهلي عايز يعمل هدوء وعايز يعمل استقرار. فإن صالح جمعة يبقى فيه مشكلة وهيمشي وبتاع، لا، النادي الأهلي عايز يقفل على نفسه وعايز يعمل استقرار. خلاص صالح جمعة مكمل مع النادي الأهلي هذا الموسم، ووعد الراجل ان هو هيتغير كالعادة الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله، يعني يصدق في كلامه ويلتزم.